يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض عجه البطاطا. انا مجهزه هون تقريبا 8 حبات من البطاطا المسلوقه، طبعا في شي كبير شي صغير. عندي بقدونس مفروم ناعم، بصل اخضر، بتحبوا تستخدموا البصل العادي استخدموا بصله واحده كافيه. عندي 5 بيضات. هلا البيض بدي اقول لكم شغله، البيض في قياسات كبير وصغير. هلا شايفين انا عندي هاي البيضه صغيره كثير صغيره هاي البيضه، فبيأثر يعني هلا على القوام نحن وقت بدنا نشتغل، يعني حسب انتم قد ايه مستخدمين كم حبه بطاطا وقد ايه مستخدمين البيض حجمه كبير او صغير، والبطاطا كمان اذا حجمها كبير او صغير. يعني المقادير اللي انا بدي اعطيكم اياها هلا هي تقريبيه، ما هي ثابته، يعني حسب انتم قد ايه بدكم تستخدموا. البيض رح نحطه هلا شوي شوي لحتى نشوف نحن قد ايه بدنا نحتاج. عندي هون معلقه واحده من الكزبره اليابسه، معلقه فليفله يابسه كمان او بودره، عندي 7 بهارات وتوم تقريبا شي 4 سنون من التوم وملح. هاي هي كل المكونات. هلا رح نهرس البطاطا ونكفي شغل سوا. هلا رح نهرس البطاطا، اذا صارت معكم ما كتير ناعمه ما بيأثر بهاي الوصفه، يعني اذا ضل فيها شوي هيك قطع صغيره كمان بتطلع طيبه وقت القلي. انا هلا رح انهيهم كلهم وبعدين بضيف المكونات اللي عندي. هلا بعد ما هرست للبطاطا بهالشكل شايفين كيف صار، هلا بدي احط كل المكونات اللي عندي. البيض انا بنصحكم تحطوه يعني حبه حبه افضل لحتى تعرفوا قد ايه بدكم، ما تكتروا وتضطروا يعني تزيدوا البطاطا او هلا هاي الوصفه في مجال نحط فيها كمان طحين، يعني اذا لقيتوها شوي طلعت معكم طريه في مجال نحط معلقه طحين. في ناس بيضيفوا لها وبيحطوا كمان معلقه بيكنج باودر كمان بيصير، يعني مو غلط انه نحط معلقه طحين. رح احط كل المكونات وخلطهم شوي، بعدين بدي اعجنهم بايدي والملح. طبعا انا حاطه بالثوم كمان ملح، انتو حسب رغبتكم. هلا بخلطهم كلهم سوا وناخدهم لحتى نقليهم. هلا بعد ما خلطتها رح ارجيكم، شايفين كيف لا هي طريه كتير ولا هي ماسكه. هلا فيكم انتو هي اما تاخدوها تحطوها بالفرن تعملوها مثلا طابات صغيره بتصفوها بالصينيه وبتحطوا عليها شويه زيت وتدخلوها على الفرن، او تاخذوها هلا بناخذها بنعمل هيك بالمعلقه، يعني بناخذ كميه وبنسقطها بالزيت بنقليهم. هلا انا رح اقليهم قلي هدول. انا حطيت الزيت على النار، بدي بغطه بس شوي هيك هي المعلقه لحتى ما يمسك فيها كثير، وباخذ كميه قد ما بدكم انتو. هلا انتو فيكم كمان هاي تعملوها اقراص اذا بدكم، بتبلوا ايديكم شويه زيت بالشكل هذا نزلها بقلب المقلاية. لا تكتروا بالمقلاية، ممكن تقرصون تبلوا ايديكم شوية زيت وبتقرصون بتعملون قراص اذا ما بتكون تعملون بهالشكل هذا. هلا بعمل كمية وبرجيكم اياها. هلا عندي انا صالونهم بهالشكل هذا، اطلع ارجيكم اياها. بتحبوا تخلوها هيك او تحمروها اكثر هذا بيرجع لكم. هلا برفعهم انا مثل ما قلت لكم، فيكم تعملوها ارق من هيك اذا بتحبوا. هلا بنهيهم وبرجيكم طريقه ثانيه كمان اذا حابين تقلوهم بغير طريقه. هلا اذا عندكم بقسومات فيكم تحطوها بهالشكل هذا، بس رح ارجيكم اذا حابين، يعني هذا بيرجع لكم كمان. بغطيها بغلفها كلها بالبقسومات، بعملها يعني على شكل كره، فتات الخبز او البقسومات او الكعك المطحون كيف ما بتكون انتو سموها. رح ارفعها بايدي لانه بدي اتخلص من البقسومات بهالشكل هذا وبحطها. هذا بيرجع لكم اذا حابين انتو تعملوا يعني قسم بالبقسومات. هلا رح اعمل قسم هيك وقسم هيك، هذا مثل ما قلت لكم حسب الرغبه. هدول اللي حطيت لهم انا بقسومات شايفين كيف، يعني تقريبا نفس اللون بس بيختلف شوي انه بيمسكوا بعضهم يعني اكثر وبتعطي قرشه وقت بدكم تاكلوها. هلا بنيهم وبرجع لكم. هذا شكله النهائي لطبقنا لليوم. رح ارجيكم هدول اللي حطيت لهم بقسومات من هالجهه وهدول بدون بقسومات. هلا هي ما حتغب زيت كثير لانه نحن يعني نسبه البيض اللي فيها منيحه، فشايفين كيف بضل قوامه طبعا طري بس ما بتقرش، يعني ما بتكون لها قرشه مثل غير نوع من العجه. وهي اللي
ما فيها بقسومات، ما بيفرقوا كتير بالشكل، بس يعني هاي بتكون إلى هيك على الوجه شوي قرشة بسيطة. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم، وإذا حابين تدعموني يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.